تحديدا فاروق، بما انه معايا النهارده فاشكيله همي من تين هاج واللي بيحصل في مانشستر يونايتد. احنا كلنا بنشجع مانشستر. كلنا كمان بنشجع مانشستر. كلنا مانشستر في العالم وكلنا زعلانين. ايه بقى الموضوع؟ صعب. الموضوع صعب. والنهارده ماتش جالاتا سراي لو حد اتفرج عليه من بدايته لنهايته مستحيل مانشستر هو اللي يخسر. جالاتا سراي سجل تقريبا كل الفرص اللي راح بيها وكل الفرص باخطاء فرديه. المدرب طبعا يلقى عليه لوم كبير في اختياراته اللي كانت غلط في لعيبه كتير، الانفاق من بدايه من انتوني لصفقه اللي المفروض تبقى سوبر ستار، اللاعب طلع ان هو مقلب كبير، بعد كده ده اثر عليك في الصيف ده، طريقه التعاقد مع لعيبه اقل، ما قدرتش تجيب هاري كين اللي هو كان التارجت بتاعك، ما قدرتش تجيب بيلينجهام، لعيبه كتير ما قدرتش تخش اصلا تتفاوض معاهم عشان انتوني انت جايبه ب 100 مليون وبالتالي صفقه في شينك. فالاختيارات لا طبعا تين هاج يلام بشكل كبير، لانه طبعا وكيل اعماله هو اللي تعاقد مع مرابط، هو اللي تعاقد مع هويلاند ب 75 مليون، لسه مهاجم بيتعلم الكوره، ظهر النهارده تحركات ونانا كويس، بس يعني ما فرقش كتير عن دفاع. النهارده كارثه، النهارده ارتكب كارثه. مش دي خيا، اوكي دي خيا كان بيعمل كوارث برضه، بس يعني اقصد ايه شبه عادي يعني. بس دي خيا كوارث. هو ونانا خلينا برضه نتفق ان احنا برضه مش هنبقى بقى نتكلم بجهل ان الحارس اللي ما بيحضرش اللعب، لا هو مهم جدا بس برضه لازم يكون حارس مرمى. ما هو ما ينفعش يكون بيلعب كوره كويس وما يكونش حارس كويس. مرمى هو ما بيصدش كويس. ونانا فعلا يعني الموضوع بالنسبه له صعب. فتنهاج النهارده لا ما يلامش، لان الاخطاء كلها بشعه، اخطاء فرديه بشكل كبير، الاهداف كلها طيب. من اخطاء مباشره من لعيبه. تنهاج يكمل ولا يمشي؟ لازم يكمل، لان رحيله هيؤدي الى كوارث اكبر من ان هو يكمل. لانه خلاص دايره بتتعاد، دايره بتتعاد. انت لو مشيت تنهاج وانت كنت باني عليه المشروع وهو جاب اللعيبه تقريبا، جاب 6-7 لعيبه، المدرب الجديد هيجي يضطر يشتغل بنفس العناصر اللي تنهاج اختارها وجابها، مش هيبقى راضي عنهم. مزبوط. فهتضطر تبيع وتشتري لعيبه جديده. طيب. وهكذا. طيب دكتور، عايز تكلمني على حاجه في التحكيم؟ عاوز اكلمك عن حاجه سريعه هنتكلم فيها، بس عاوز اتكلم على كريم ثقافه تقبل الاخطاء التحكيميه في مصر. السنه دي الدوري الانجليزي اتلعب فيه 7 اسابيع، 4 اسابيع منهم لجنه الحكام الانجليزيه بتطلع اعتذارات. لو معانا شويه لقطات واحنا بنتكلم كده كريم، اوريك لقطات. اول حاجه في اول اسبوع خالص في الدوري كان مباراه، طبعا دي اللي انت كنت تتكلم عليها في الانترو، القصه الكبيره جدا اتكلمنا عليها، وعاوز اقول لك ان يعني انا شفتك اتكلمت عليها وترجمتها، ولكن القصه كلها كانت ان الحكم لما قال له بيرفكت يعني خلاص برافو، قرارك سليم اوفسايد، قرارك سليم، فهو ما خدش بقى، فهو قام مكمل على اللعب. بعد كده لما جه اللي هو واحد من لجنه التحكيم اللي بتيجي بتبقى مسؤوله في المباراه، قال له بيقول لك وقف الماتش، حتى ما كان كاتب ديلي 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 اللي هو وقف الماتش، قال له خلاص ده ماتش هاف بين ريستارتد، يعني خلاص الماتش ابتدى، فما كانش ينفع بقى. فدي ازمه كبيره جدا. بس هل عايزين نقف عند الحته دي يا شاكر ثواني؟ هل قانونا خلاص ما ينفعش توقف الماتش تاني؟ انا كان كابتن جهاد، كابتن جهاد معايا، انا دخلت كابتن جهاد مخصوص عشان القصه دي، قال لي ده بروتوكول الفار، قال لي بس المفروض بقى لجنه التحكيم العالميه المفروض تاخد يعني بعد الكره دي تفكر وتعيد حساباتها تاني، بس بما ان لعب استونف ما ينفعش اوقف بروتوكول الفار مستحيل يعني، فالحكم بتاع الفار خد الجري السليم طبقا للبروتوكول، بس لازم يتعدل، لازم ما ينفعش اتدخل واقول له وقف المباراه وخلاص. وده فهمنا كمان للبروتوكول انه خلاص ادام في لعبه جديده خلاص الموضوع انتهى يعني. فكريم لو نكمل بالصوره اوريك بعض هذا، احنا بنتكلم كان في الاسبوع الاول دي اول اعتذار طلع رسمي من لجنه حكام الانجليزي، كرة بتاعت اونانا في مباراه وولفز في الدقيقه 92، اونانا طلع مالوش دعوه بالكره خالص، مسك الاثنين داوسون ومش فاكر التاني كان مين من وولفز، قام جاي خابطهم ضربه جزاء بنسبه 100%. نكمل الصوره احنا بنتكلم، فما فيهاش اي كلام، وطلع على طول زي بقول لك يعني هو الراجل داخل في الاثنين ضربهم يعني كانوا في خناقه. دي كانت الكره بقى الثانيه برده، دي كان في اعتذار برده، دي كانت مباراه مانشستر يونايتد وتوتنهام، عاوز لك الاخطاء التحكيميه ليك وعليك. هنا الكره دي كانت بتاعه جرناتشو، لعب الكره في روميرو مدافع توتنهام. نكمل الصوره احنا بنتكلم، الكره جت في ايده كريم وبره محتوى ايده، ويعني بص عامل كده يعني ما فيهاش اي حاجه، والكره برده ما اتحسبتش. طبعا نيجي بقى للاعتذار الثاني الثالث عفوا اللي كان موجود، وهو طرد ماك أليستر اللي اتطرد في مباراه نيوكاسل اعتقد وليفربول، وبعد كده ماك أليستر بيستغرب بيقول له انت بتطردني انا؟ الراجل طلع حتى بص محمد صلاح هنا مستغرب. ثاني يوم على طول ماك أليستر الطرد اتلغى ولعب المباراه اللي بعدها مع ليفربول وطلعه برده. دي برده كوره من الكور الغريبه جدا، مانشستر سيتي بيلعب اعتقد قدام فولهام، بص يا كريم الكوره كانت كورنر، اكانجي لعبها، اكانجي واقف حاجه بالرؤيه على الحارس بتاع فولهام والكرة دخل الجون. بص بقى هنا اللعيبه راحت تحتفل، اكانجي نفسه عارف انه اوفسايد ما احتفلش، انت لو بصيت عليه بص هو اوفسايد، ولو شفنا واحنا بنكمل بالكادرات هتلاقي ان هو اول ما رفع رجله حاجه بالرؤيه على الراجل، فالريفلكس اكشن او رده الفعل بتاعه الحارس، هبص يعني الكره فوتها والحارس لسه ما خدش رد الفعل بتاعته، فدي كانت كرة غريبه جدا. عشان هختم، انت عايز تقول؟ عاوز اقول ايه بقى يا كريم؟ على طول
كل الاخطاء دي واضحه وصريحه جدا. لا الجماهير كسرت الدنيا ولا المدربين وقفوا الماتش بال10 وربع ساعه ولا المسؤولين ولا الانديه ولا 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 انسحابات ولا الكلام من ده. ده اللي انا عاوز اقوله يا كريم. انا ما بقولكش إن نقول لا صح تمام الاخطاء التحكيميه، بس يبقى عندنا ثقافه ان في اخطاء بتحصل هتحصل ليا وهتحصل عليا. انجلترا بكم انا اسف يعني ما فيش في فروقات خياليه ما بينها وما بين مصر او ما بيننا احنا عموما في الكوره. فلوس اللي المباراه اللي بتخسر فلوس كتيره جدا وفي كم صناعه كبيره جدا. في نفس الوقت بنشوف الثقافه بعد المباراه جماهير بتقف تسقف للناس حتى بالاخطاء دي، فلازم يبقى عندك الثقافه دي. ومن رايك يا كريم قبل ما اقفل، الفار حول لعبه الكوره الى فيفا الى بلاي ستيشن. فبقت يعني الكوره زمان لما كانت باخطائها بتيجي من غير ما نرجع ولا والكتف وما اعرفش ايه، هي دي اللي بوظ الدنيا. برضو انا شايف ان الفار عمل عداله كبيره في كره القدم بس قتل المتعه كريم.